بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لما كانت مصر هي مهد الحضارة وكانت الاقصر قلبها، ولما كان الاهلي هو الملك والكتابة كل ما يكتب عنه، فكان من المهم ان يأتي الملك الى وادي الملوك في مناسبة خاصة من امام معبد الاقصر. ابراهيم،